مسيرة الزمالك في بطولة الكونفدرالية تستحق الإشادة من البداية حتى النهاية. بالرغم من كل الصعوبات والأزمات التي تعرض لها الفريق، إلى أن الزمالك وضع أمامه هدفاً وسعى لتحقيقه. من البداية كان الهدف هو التتويج، الفوز باللقب سيكون أفضل هدية للجماهير التي آمنت بحظوظ وقدرات الفريق في كل المواقف، وهو يوجد أصعب من الخسارة في بداية المشوار. الزمالك تعرض لهزيمة بثنائية على يد أرتا سولار في لقاء الذهاب، لكن هتاف الجماهير كان له مفعول السحر، وحقق الزمالك ريمونتادا ملحمية وأعاد الثقة للقلعة البيضاء من جديد. بعد الفوز على أرتا سولار تأهل الزمالك لدور المجموعات. نجح الفارس الأبيض في تحقيق 3 انتصارات متتالية، فاز على أبو سليم الليبي وسوار الغيني وسجرادا الأنغولي قبل أن يتعادل سلبيا مع سجرادا، ثم حقق انتصاره على أبو سليم. وفي ربع النهائي كانت الخطوة الأهم، حقق الزمالك الفوز على فيوتشر ذهاباً بهدفين لهدف قبل أن يحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب، ليتأهل الزمالك لنصف النهائي في لقاء الذهاب أمام دريمز الغاني باستاد القاهرة. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفي لقاء الإياب كشر الزمالك عن أنيابه وحقق الفوز بثلاثية، فوز جعل الفارس الأبيض يقترب من اللقب. العقبات التي تخطاها الزمالك والصعوبات التي مرت على الفارس الأبيض والأزمات التي حاصرت البيت الأبيض، خرج منها الزمالك منتصراً، يقين تؤمن به الجماهير قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب المباراة النهائية، وهي تسترجع مشوار الفارس الأبيض في الكونفدرالية من الخطوة الأولى، وتؤمن أنه مشوار البطولة.